تنساوش تابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. سي سعيد مرحبا بك. الله يبارك فيك. اسمح لي لالا برزناك معانا. كاين حتى مشكل. عرفتي علاش عيطنا لك اليوم؟ الصراحة لا. هلا قبل عثمان مجدو بي عمر الوافي. كتعرفهم شوية من واش ما نعرفهمش ولاد الحومة وكبروا حدايا هادوك. واخا دولينا الحاجة لعمر الوافي. الله يرحمه ويسهل عليه فهاد النهار. واش بغيتهم دوي بصراحة ولا؟ أنا راه بغينا الصراحة. هو كنتعصر شوية مفشش ما باغي لا يخدم لا درت شي حاجة والو فوالو وعطيها لدوره الله يرحمه فهاد النهار هذا. مزيان. ايوا واحد عثمان اش تقول لنا عليه؟ عثمان فحال واحد عمر كيف كيف تا هو الدوران لا خدمة لا والو واخرو ديما مرافقين. زيد كمل. ما عادش لي كان بقى ما يتك. افكر راه تكون نسيتي شي حاجه باغي تقولها. اللي كاين احنا قلنا. واخا علاش يا دنيا هكذا الحال يدور علينا؟ علاش يا دنيا محكوم علينا نعيش في غبينا؟ وعلاش يا دنيا هكا الحال يدور علينا؟ وعلاش يا دنيا محكوم علينا نعيش في غبينا؟ وعلاش يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ يا دنيا حتى واحد ما حس بينا؟ نبكي ونقول انا ظهري وانا راح يكون، نشكي ونقول انا ظهري وانا راح يكون. فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون، فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون. على حالك يديرها. سمح لي بزاف عثمان. واش غادي نسمح ليك انت؟ شنو درتي؟ درتي والو. انت شفتي كلشي على عينيك. خارجه بحال حتى شي حاجه ما وقعت ياك؟ الا خديتي داك الطلاق ها وجهها وجهك. مازال عندك شي وجه باش تجي عندي حتى لهنا؟ انت داير فيها واعر. نهار رجعتي للحومه وهي غير المشاكل. اسمع اسمع سي عزيزي، الا ما فرقتينيش عليك وبعدتيش من ساحتي قسما بالله تنخليك غادي في الزنقه حمق ما عارف راسك من رجلي. شنو غادي دير؟ ها اش غادي دير كاع؟ عثمان عافاك الله يخليك، ما يستاهلش. ما يستاهلش وانت شنو تستاهلي؟ هاد الكلوشار هذا اجمع فمك صح. عثمان عثمان يلا مشيو. بغيت نلعب معاهم. بغيتي تلعب معاهم؟ انا اللي غنقول لك انت غادي تخرج متى غادي تخرج؟ بغيت نلعب. غادي تزيد قدامي. حيدي. بغيتي نشوي بك حدا صحابك؟ قولي هكا. صحابك الكره. بغيت بابا. قال لك بغيت
اختي بابا كزت قدامي حتى للدار وغنتفاهم. بغيتي ترجع لي الهضره؟ بغيت بابا. بغيتي باباك؟ بغيت بابا. سلام سي اسماعيل. وعليكم السلام. اجي نقول لك. نعم سي اسماعيل. كتعرف رضوان اللي خدام على الحاج سعيد؟ اييه كنعرفو. واش كيقمر ديما كيلعب؟ تقريبا ديما. مين كيجيب فلوس؟ رضوان عنده الفلوس بزايد وديما كيربح في القمر. مين كيجيبو؟ منين؟ الحاج سعيد. كيفاش؟ رضوان خدام مع الحاج سعيد. مالي فيه مزيان ودير لي سالار مقمح. واخا انا سمعت شي هضره كدور بلا كيخرمزو في شي حوايج اخرين بحال شاد التخرميز شي ديال الكونتربوند والبيريمي. البيريمي كاع وداك الشيء علاش مالي فيه هو مالي في كاع الخدام باش يبقاو ديما تحته ويبقاو ديما ضاربين الطم. تبارك الله عليك. هاك سير. الله يخلف عليك. بصحة وراحة. بصحتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش بوزمان؟ هانيه. ما هانياش نهنيوها كاينش ما نقضيوها. بغيتكم على حساب واحد السيد عزيز عندي بزاف وبغيتكم تخلعوه ليا. شكون هو؟ سميتو عزيز. حاس براسو شي حاجه وحاس براسو مهم. شوف ما تضربوه ما والو غير خلعوه ليا. تخممش بوزمان. من ماتريس غنصيفطها لك. داكشي ديال الفلوس ما تهز ليها. صافي مشات. نعول عليكم. كلمة رجال. الله يعاونكم. الوالدة لاباس الحمد لله وليدي. وانت لاباس عليك؟ الحمد لله. كيبقيتي شويه؟ الحمد لله. ما فراسي صاتجي. ايوا انت كتجاوب في التليفون بعدا باش تعرفني غادي نجي ولا لا؟ سمحيني امي انت مع مبرزت شويه الخدمه وصافي. ما وليدي غبرتي عليا ووليت مشطونه عليك والناس كتسالني عليك. واخا الوالد اجي ندخل اجي ندخل ونهضروا حسن. اجي مالك اخويا خلعتيني عليك ياك لاباس؟ كدبش عليك يا بنت بو دخت بيا تلفت درت شي مصيبة عاوتاني؟ يقلبوا عليك البوليس. خاصني الفلوس أسلوى. علاش؟ خاصني نغبر. شنو درت يا سمير؟ كاين لاش تعرف ولا سولوك عليا سلوى قولي لهم ما شتوش صافي. كون عندي غير شويه ديال الفلوس كون عاونتك. راك عارف انا براسي دابا كنقلب على خدمه. ما تقدريش تصوفيني من تفور طلختي والله احترت لك بالله سلوى. جدي اللي ندير معاك نعطيك واحد السلسله ديال الذهب مخبيه تبغيها؟ خليها عندك. انا عارف اني غنجبدهم. بس ولاتك عليا امي وقولي لها غير مسافر وغيرجع صافي. ما تخلعنيش عليك يا سمير. تخافيش
خافيش أسلم. مش هذا ديما تشوفنا وراك ما غير مع الخدمه وصافي تبرزيت راك عارفه اش كاين وراك عندنا ناس خدامين انت اللي خدام راك عارفه خدمتنا شويه صعيبه حنا ماشي ديال ريوسنا الخدمه ما تخليكش تجاوب ماماك في التليفون راك نلقاك مع ايطاليا كنبغي نتصل بك ولكن ما كنلقاش الوقت مره انا خارج ميسيون كنرجع للبيرو هاد الدوسي راك عارفه علاش ما تجيش تغس معايا غير خليني هنايا حسن امنتي عندي واحد الدوسي قاصح شويه وخصني نتكونسونطرا عليها وانا هنايا راه مرتاح مرتاح والله تتوحشتك امنتي ما درت والو انا طيح عليا الباطل الباطل اه الباطل انا لا باصولا ما كتعجبي ماما ماما ديالها وهادشي غيتقلب ضدك اش مشيو مع الكنوسخ راه الحومه كلها عارفه شنو كدير عندك بروف مرحبا ما عندكش ما تورطش راسك واخ مصطفى والو والو قول لميمه ديالك شنو عندك دارت مع لي دار صافي وعلاش تبقى قول لي بلي نتوما مربيني شتي علاش كتقول لك ماماك ما تلعبش معاه وصاحبي ويلي على صاحبك يقول لك هاد الهضره صافي ما تبقاش تلعب معاه صافي
ميمة نسولك يلا وجاوبيني بصح. واه واش انا ولدكم وانتم ما مربيني؟ سكوت ما تكونش هاد الهضره لا ولدي لا ولدي تا ولدي لا كلشي هادشي صافي حبيبه صافي يلا سير وصافي كنت باغا نسولك يلا سير جلس. على سلامتك بابا. جيب معايا ما ندوي معاك. بابا بغيت غير نفسر لك عفاك بغيت غير ندوي معاك. عندك ما تسالي بابا عفاك يسمعني. عفاك يدرس ماشي الوقت. بغيت نهضر مع بابا. بلاتي تنبعد. خليه تروكي. على سلامتك الحاج. سي عزيز اييه لاباس عليك الحمد لله الله يبارك فيك كاين شي ما نقضيو كتعرف اتمنى اتمنى مجدوبي ايه ولا كنعرفو كاع فوتو عليك وما غادي يعجبك حال كاش ما غايعجب حالك كاش هاد الهضره هادي غاتبعد منو ولا غندمك على النار اللي دزتي فيه فهمتيها دابا الله تهلا داك الحق ماما هادشي اللي كندير غير على قبل مصلحته ايوا صافي مع الدري هادشي اللي دايز عليه راه هاد الجبال ماشي دري ديال 10 سنين شنو بغيتي نطلقو للزنقه دابا انت كبرتي ونسيتي نسيتي اش دوزتي عليا انت على مالي انا كنت دايره بحال هكا هذا راه قبيحه ماما شوفي الدري كبر وخصو يعرف كاين نقول ليه هادشي ما غتقوليش ليه كلشي ولكن خصو يعرف ماما عافاك لما عاونيني شوفي يا بنتي انا راه وليت كنخاف عندك يشك بلي تانتي ماشي مو واش دابا انايا كنقول لك عاونيني وانت باقا كتزيدي عليا يوم انا قلت لك السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام خيرا السلامة ودي الله يسلمك ملي كتخرج وانا قلبي مخطوف مالك اش كاين ياك لاباس ايوا ما كاين حتى شي سير المهم ما عندك لاش تخافي عليا الله يحفظك انا غنمشي نرتاح شويه جيبك شي حاجه تاكلها لا مزيان عزيز شنو بغيتي عاوتاني شوف واحد الجوج راه جاو تعرضوا ليا ما عرفتهم واش بزناسه ولا شمكاره وتهددوني على قبل عثمان كتعرفهم عمرك شفتيهم لا ما عمر ما شفتهم ولكن هادشي كيبين باللي فردوس وهاد عثمان هذا بيناتهم شي حاجه سينو ما غاديش يكريو جوج يجيو يتعرضوا ليا شفتي شنو غدير غطي بوسي بلانت ونشوفوا شنو غنديروا انا راه ما جايش نتشكى على هاد الجوج ولكن علاش مراتي باقا كتشوف مع هذا وكيخططوا مورا داري عزيز عندك مشكل مع مراتك حلو بينك وبينها ولا عند القاضي هي ما قلتي عيب عزيز ولي... الله يخليك صافي الله يعطيك الصحه مامتي الله يخلف الصحه المهم انا مشيت يلا الله يهنيك معي نعم. بغيت نسولك شنو شتك ما كتخرج ما كتلاقى مع حد من الخدمه للدار مالك ياك لاباس ما عديش مع بنادم راه خليني بحال هكا مرتاح سليا وما حد هنا بغيتك تمشي معايا نشوف واحد السيده مش حال هذه ما شفتها شكون ليلى
شكون؟ ليلى عقلت عليها، كانت عزيزة على باك وكان رد ليها البال. ليلى عقل عليها مزيانة مهمتي. من ساكنة هي دابا؟ قالوا لي راه هنا قريب. واخ أنا نشوف ونقول لك تمن بعد. الله يرضى عليك وليدي، ما تنسانيش إن شاء الله. كوني هاني يا مهمتي. إن شاء الله، الله يعاونك. آمين يا ربي. الورقة اللي طلق أنا جبتها، ولكن بغيتك تشوف هاد الورق ومن الأول. دير اش هادو؟ هاديك هي الوصية اللي جابت ليلى للنعيمة وفردوس، نجيبها لك تسينيها فاش كنتي مريض. كون كنقلبهم عليك كون مشاو تيجرو تيقلبوا على طبيب يجي يداويك، ماشي يبداو يتجاراو على نوطير. واش من تاريخ داروا هادشي؟ التاريخ راه مكتوب تما. نهار كنتي طايح في الفراش وكلشي كاين يتسحب غادي تموت وما غاديش تنوض منها. انا الحاج نهار تناسبت معاكم بغيت نكسب عائله، نحس بالدفى ديال الفاميله وندير وليدات مع فردوس ونزيدو لقدام. في الاخر شنو تلقى جوج عيالات كيتامروا عليك؟ ويلي اش تقول تلات درجه؟ ما بانتلكش هذيك اللصقه ديال عثمان في فردوس ماشي عاديه. ما تكونش لاله نعيمه هي وفردوس دايرين طريق باش يتهناو من عمر ويبقى لهم الورد بوحدهم. واش تحمق ولا مالك؟ اش بغيتي تقول؟ نعيمه وفردوس هما اللي قتلوا عمر؟ انا داك الشيء اللي لاحظته الحاج راني قلته لك. الوريقات اللي عندي جبتهم لك. داك الشيء اللي غادي تفهم انت ديالك بوحدك. صافي سير الله يعاونك، خليني نفكر شوية. يلا سير. بزاف على المكتب الاول. انا عثمان ديما في المصايب، حتى من بابا مردتو. تصوري يكون مات؟ ما تقوليش بحال هكا فردوس. شكون؟ جاوبي يا صاحبتي. شنو بغيتي نقول ليه؟ هضري معاه، جلستي معاه. كيتعرف فيها فردوس، يمكن لكم باش تبقاو بحال هكا. واش عرفتوا علاش لاقيتكم اليوم؟ باش إلا كنتو غاتفقوا على شي حاجة تكون قدامي بلا ما تخططوا من ورا داري. شنو الحاج هادي شي شهادة زور جديدة باغي تغرقني بها؟ أنا باغي نصيفطك للحبس. الحبس؟ واخا بالباطل ما عندكش مشكل. سير عند ربيع عمك، هي تعرف تدولك على الباطل. أنت غادية تسكتي. حسابي معاك هو الآخر. وغاتورتي فيا وأنا حي. اتفقتي عليا أنت وهاد القتال. راك مشيتي بعيد الحاج وهربتي بزاف. الحاج دع الشيطان. غادي تسكتوا بجوج، ما بقى عندكم ما يتقال. شوف لا كاينه شي حاجه صحيحه باغي تقولها لي، انا موجود. كان شي خوا خاوي نار ما مساليش لهاد الشيء. السلام عليكم. عزيز فضحكم، قال لي على كل شيء
ودوا ليا تاع الوصيه اللي بغيتو تزورو باش تورثو فيا وانا حي. الحاج هاد الهضره ما منهاش. تقادات الهضره غتمشي في حالك تبعي راه بالي زدتك واجده. عافاك الحاج. تقادات الهضره. السلام. الله يخليك. راه الحاج الوافي بغى يشوف السي اسماعيل. واخا ارتاحنا الحاجه هو يخرج عنا. واخا السلام عليكم سيد الحاج. عليكم السلام. لاباس عليك؟ كيف كيجي شويه؟ الحمد لله. مزيان؟ سي حسن تسناني حدا الطوموبيل. واخا الحاج. سي اسماعيل انا وياك همنا واحد في هذه المصيبه ديال الموت ديال ولدي عمر. كاين وانا راه داير اكثر من جهدي الحاج راك عارف. كل مره كنحس بشي حاجه غريبة عليا غادي نحماق ما بقيتش كنطيق وليت كنشك في كل شيء. مالك الحاج اش واقع؟ قولي اش كاين؟ بشوية وليت كنحس بلي كل شيء كيكذب عليا كلهم طابعين فيا طابعين في فلوسي لا من قريب ولا من بعيد كل شي باغيني غير امتى نموت وحتى الى عشت يحجروا عليا. شو عليك؟ شكون هادو الحاج؟ على من داوي؟ ما نكتبش عليك وليت كنحس اللي قتل ولدي عمر ساكن معانا في الدار. هكذا الحال يدور علينا علاش يا دنيا محكوم علينا نعيش في غبينا وعلاش يا دنيا هكذا الحال يدور علينا وعلاش يا دنيا محكوم علينا نعيش في غبينا ما حس بينا أنا وعلاش يا دنيا حتى واحد ما حس بينا نبكي ونقول أنا ظهري وانا راح يكون نشكي ونقول أنا ظهري وانا راح يكون فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون فهاد الدنيا شل حكايات كسر المدفون مش
مشينا معاهم بالنية طعنونا في الظهر نشكي مغبون كيتيكيا وخاطر انضمار مشينا معاهم بالنية طعنونا في الظهر نشكي مغبون كيتيكيا حسب